السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم، هاد الصابلي الرائع بطعم القهوة، غادي تشوفوا معايا المكونات والطريقة، جد سهلة والنتيجة إن شاء الله غتنال الإعجاب ديالكم. ندوزو ديريكت نشوف ونقولوا بسم الله، نشوفوا المكونات والطريقة. 4 كيلو ديال الزبدة وحارة الغرفة، عليها كاس ديال السكر كلاصي أو السكر بودرة، صاشي ديال الفانيليا. وغادي نخدمو هاد المكونات هادي مع بعضها مزيان حتى ينسجم ونحسو هداك السكر والزبدة اندمجو مزيان والسكر داب معاها واللون ديال الزبدة بدا كيتغير. هاد المرحلة مهمة بزاف في الصابلي باش يجيكم مزيون. بحال قلت لكم، هاد الحليوة من الحليوات الرائعين، دواز اتاي وكيجي الطعم ديالهم رائع. هنا غادي نضيف نص كاس ديال زيت المعدة، الزيت مهم بزاف في الصابلي، راه هو اللي كيعطي هذيك القرمشة في الصابلي. غادي نخلطهم كذلك، شوفوا القوام كيف كيتبدل ديال هذيك الزبدة. وغادي نضيف هنايا البيض، عندي جوج بيضات، غادي نضيف الاولى ونخدمها تدخل مع الخليط، عاد كنضيف الثانية. بحال قلت لكم دغيا كيتعدل ودغيا كيوجد. صافي، بعد ما كتنسجم هذيك البيضه عندي هنايا، غادي نضيف النكهه ديال القهوه. تقدروا تعوضوها كذلك بملعقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه، ذوبوها مع شويه ديال الماء، ملعقه صغيره ديال الماء، وضيفوها لهذا الخليط، هذا غتعطيكم نكهه رائعه. غادي نبدا نضيف الدقيق هنايا، غنمشي معكم كاس بكاس. الكاس الاولي دائما كنقولوا الدقيق راه كيبقى على حسب البيض المستعمل، يعني العبر غادي نعطيكم ولكن كيبقى دائما عينكم مع العجينه ديالكم. غنضيف هنايا نص كيس ديال الخميره ما يعادل 4 غرام ديال الخميره كيميائيه. الكاس الثالث ها هو، وغادي نخلط. تقدروا تضيفوا هنايا الكاكاو بودره كذلك كيتواتى مع القهوه، تقدروا تضيفوا تجيكم الحليوه اللون ديالها في القهوي وكذلك الطعم. الكاس الرابع انا عندي في القناه قبل من هذا، عملتها كنت بالكاكاو بودره، غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. الكاس الخامس ديال الدقيق غادي نضيفه، وهنايا غادي نبداو المرحله، هنا نوصلوا 6 حتى 7 الكيسان، ولكن هنا في هذه المرحله كنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. ها انا كنضيف هنايا شويه بشويه حتى نشوفوا العجينه مابقاتش كتلصق في يدنا، وكذلك ماشي قاصحه، رطبه ولكن ما لاصقاش في اليد. انا هنا يدات لي تقريبا 6.5 حتى 7، بحال اللي قلت ديما من الكاس السادس حتى 7 كنمشيو شويه بشويه حتى كنشوفوا القوام ديال العجينه ديالنا. ها هي نعملوها في كيس بلاستيكي ونحطوها في الثلاجه. القوام ديال الصابلي هو هذا، العجينه ما تكونش كتجبد، ماشي مدلوكه، العجينه مجموعه. الصابلي عمره ما يتدلك، الا تدلك هو السبب اللي كيخليكم ملي كتدخلوها الفران كطيبوها الحلوى كتجمع، وهذاك السبب كتكون مدلوكه. ديما خص القوام ديالها بحال هذا الشكل هذا. هنا غادي نطلقها مطلق الحلوه غليطه، غنعملها ماشي رقيقه لان ما غنلصقهمش على بعضهم. كذلك هنا من الافضل استعملوا ورق طي او كيس من فوقي وبلاستيكه من تحت باش تلقوها براحتكم، وما تستعملوش فيها الدقيق ما تقصح لكمش. انا حيت كميه قليله ما غاديش الوقت بزاف، انا طلقتها ديريكت على سطح العمل. صافي، غنجيب القطعه، انا اخترت هذا الشكل هذا بالنسبه للشكل كيبقى اختياري. قطع الشكيله ديالي هنايا وغادي نعملهم في اللاطه، غادي نحيد هذيك الحلقه اللي في النص وغادي نعملهم في اللاطه. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. العجينه الصابلي هذوك الزوائد اللي كيبقاو دائما ماشي نعجنوهم، كنجمعوهم وخليهم يرتاحوا شويه ونعاودو نطلقوهم. وهنا جاو شي الناس قالوا خصهم يعاونوني، قلت لهم هي علاش لا، يلا يلا نطلق العجينه. ماشي هيك زعما تخسرها واخا ما يبانش بالزبيط. يلا طلق طلق العجينه، ها طلق يلا، يقدر يتعدل. ها قطع بالقطعة دابا، ها قطع هنايا. واه هاي 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 ودغيا كيسفر وكيفريت هذا كله مصلات ثاني. صافي وليدي صلي على النبي. الوحدة اللي ناجحة هنا هي بلاتي، هذه ولدي زياد. استنى استنى استنى، لا 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 زول البوس، حط هذه في اللاطة تهرسات. حيد هاي بن عودوا. صافي بارك بارك، حيد 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 الموس وحيد باش نعطيها لك باش شفتينا في الفيديو. حيد شعل ما ديك فرن شعال. ها بلاتي بلاتي نعطيها لك.
بس خلاص. لا انت ما تعرفش تشيلها، بص خدي انت بس دي. هيا هيا الحليوه دي. هو قطعها قطع لي. روح ماشي هيدا هيدا يزرب، هو باغي يزرب كيزربها. صافي يلا حطي هنا. يلا برافو حطي هنا. اي يدك بس كده هكا. خديجه لا تنتم خديجه بلاتي كم يمشوا خطين هذا العجينه مجموعه. ما تطلقاش ما متجانساش. ويلي بلي على مصطلحات كيهضروا هو تقايل انت كلشي. وليدي وليدي أنا طبعا الحلوه بعد ما سليناها عملتها فرن طيب. دائما بحال هكا طيبوا الصبلي ديالكم، الحراره مهيله باش يتحمر لكم حتى من داخل. هنايا وجدت واحد الصينيه فيها بلاستيك وذوبت الشوكولاته. هنايا طريقه ديال تذويب الشوكولاته ناجحه، نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو لو بغيتوا تشوفوه. وغادي نجيب هنايا كاوكاو كومكاسي، كذلك تقدروا تستعملوا بندق، تستعملوا اللوز اللي متوفر عندكم كتعدلوه. كذلك الفيديو ديال كاوكاو كومكاسي غادي تجبروه في صندوق الوصف كيفاش تعدلوه بطريقه سهله في الدار بدون اله كهربائيه. الكمية هنا يعمل تقريبا 4 مغارف على 450 غرام ديال الشوكولات مذوبة، وكيبقى دائما الكمية ديال الكاوكاو مع الشوكولات على حسب الرغبة. الحلوة هنا بعد ما بردت نهائيا يعني خرجتها من الفران وخليتها بردت نهائيا باش ما تذوبليش الشوكولات دغيا شبر عليها. كان ندوزو وغادي نغلفوها كاملة بهذاك الشوكولات والكونكاسي بهذه الطريقه. عملوها فوق شي شوكه ولا شي حاجه تكون مشبكه صافي باش تكبوا عليها الشوكولاته، ومن بعد تصفيو القاع وتجيكم الحلوه كيكيه ومتوله ما تجيش مرونه بهذه الطريقه. هذه هي كنزول الزوائد لكن شي حاجه من تحت نفطها مزيان صافي ونزله في هذاك البلاستيكه او ورق الطهي او اي حاجه. المهم غير تسهل عليكم انكم تحيدوها، لان انا عملتها في الصينيه حيت بحال اللي كتشوفوا الحراره، فانا غادي ندخلها الثلاجه باش تبرد وتجي شبره مزيانه. عليها استعملت صينية صافي. غنستمر هكذا تنكمل الكمية ديالي كاملة وندخلها للتلاجة تبرد. انا هنايا بحال اللي كتشوفو حلوة كتجي رائعة، العطة فيها مزيونة. ها هي القوام ديالها من داخل كتجي مزيونة، ان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها كذلك. بقالي غنقول لكم انتظروني دائما الوصفات القادمة. الى اللقاء، شكرا على المشاهدة.